ألو، صباحكم الله بالخير. اليوم 4/7/2023. وضعت هذه الأيام تمارين متعددة على الفيزيكال تكنيكال، تمارين مهمة، وقلت أعطوها بالفترة التحضيرية، لا تضيعون وقتكم بالعمل بدون كرات. لكن العمل بدون كرات يمكن أن تعطي مرة واحدة بالأسبوع التدريبي يكفي، مع الكرات مهم جدا. لكن أنا دائما الناس تتصل بي، يعني تكتب لي رسالة، تكتب لي كذا، وأجاوبهم. لكن بعض الأحيان يظهر أنه المدربين ما ينتبهون لكلامي. أنا قلت هذه الفعاليات لها صيغة وصفة في طريقتنا في التدريب اللي نريد نتبعها من بداية إعدادنا لهذا الموسم، إنه بعد التمرين الأخير اللي أنا وضعته بهاي الساحة اللي هو كتبت عليها 20 ياردة دحرجة، 20 ياردة مناولة، 20 ياردة ركض سريع، يجب قلت لكم وجوب أن بعد هذا التمرين اللي يسموه تمارين فيزيكال تكنيكال اكسرسايز، حطينا التمرينين نلعب في نفس المنطقة. هاي المنطقة شوفوها كانت اللي تدربنا بيها، راجع الآن الفيديو اللي قبل هذا، راجع الفيديو. لا تنسى هذا الكلام معي، انه انقل تدريبك من فعالية في منطقة جغرافية من الساحة معينة، أنا 40/60 هاي أحسبها، والخط هذا على بعد 10 ياردات من الخط. فبدينا التمرين يعني 50/40 لياقة بدنية، ثم جبنا أهداف وضعناها وراء، فصارت 40/60 ياردة، من أحسن ساحات التدريب في فترات الإعداد. ومنتظر هذا النوع من اللعب، يعني 8/8 على هدفين، والتصويب من يجب أن يكون من خارج هاي العشر ياردات، ما أريد اختراق كثير. إذا تريد تبعد هاي العشر ياردات إلى 15 ياردة لا بأس، يعني تأخذ هذا الخط وتقدمه، لا بأس، ما في مانع. واللعب يبدأ من الحراس، واللعب اعتيادي، ما في كل تعليمات سوى أنه التصويب من وراء هذا الخط اللي كنا نتدرب عليه. فأرجو أن تتذكر دائما دائما ما أقول. لما قلت أني أعطيك فعاليات الفيزيكال تكنيكال فيتنس ممتازة بسيطة وما تحتاج إلى شيء كثير، لكن أنت من الصبح في معسكر تدريبي وطالع للساحة وتأخذ اللاعبين وتعرف أكو هبوط يصير بالمعسكرات التدريبية بالمود مال اللاعبين، لأن معسكرات تدريبية بشغل صبح العصر بها، يعني البعض يسميه بانشمنت معاقبة، يعني بأرقاض بشغل صبح وعصر ليس بالسهل، وب يعني فترات طويلة للتدريب. يعني وانت بعيد عن البيت مثلا او في مكان بعيد عن عائلة اللاعب او حتى المدرب، فنوع من الديكلاين يصير، انحدار في مستوى التقبل ومستوى الموتيفيشن التحفيز. فنحفز اللاعبين بعد التمرين، سوينا بأرقاص، سوينا بدحرجة، سوينا بمناولة 20 ياردة، سوينا بركض 20 ياردة، تقريبا كل لاعب يؤدي 5 مرات بالتمرين الأول، 5 مرات بالتمرين الثاني، أكون أنا يعني الطاقة المنتجة في الفعالية الأولى جيدة، أجيب هاي الطاقة المنتجة وأحطها باللعب. لا تنسى اللعب يطور كذلك لياقة اللاعبين الخاصة، لكن في اللعب أكو شيء مهم، أكو اتخاذ قرارات. أنا أريد ما أريد أعزل ذيك الفعالية اللي ما بيها اتخاذ قرارات عن هاي الفعالية، أريد أستغل هل يعني التحفيز يسموه اللعب بكرة القدم محفز رئيسي، أستغل جزئية التحفيز في أن أشحن بطاريات اللاعبين لتقبل الحمل التدريبي الباقي في الوحدة التدريبية. فراح تشوف اللعب على مستوى عالي يصير، لأن لعب ما في لاعب من صغير إلى كبير بطل ما يحب تدريب اللعب. وبعد ذلك ايش عندك؟ انطيت تدريب تكتيك،
تريد التكتيك يصير مالك على جولين، تريد التكتيك مالك على جول واحد، تريد تعطي تمارين أخرى، لا بأس. لكن هذا ذاك 12 دقيقة وهذا ربع ساعة، ما يزيد عن ربع ساعة، يعني أنت بديت بداية ممتازة في وحدة تدريبية في معسكر تدريبي. فلا تنسى المنطقة اللي تدربت بها الفيزيكال تكنيكال حولها إلى منطقة للعب مجموعة ضد مجموعة، واجعل اللعب حر، سواء بعض الشروط تشترط باللعب مثلا، أي شرط تشترط أنت تشوفه محتاجة واللاعبين محتاجين. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، كما أني دائما وأبدا أقول إن هذه هي أفكار، لأن ما عندكم أحسن ما عندي، أنا أقولها بكل ثقة. فهذا أنا أوصي المدربين العراقيين، لأن أنا علاقتي وارتباطي بهم مبني على الاحترام، والمدربين العرب إن كان لهم رغبة في ذلك فلا بأس، الموضوع متاح، لكني لا أوصيهم. ربما هناك مدير فني في الاتحاد العربي في هاي دولة وفي هاي دولة أسلوبه وفلسفته غير أسلوبي وفلسفتي. أسأل الله دائما وأبدا الخير للبشرية، صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الفزع الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موفق المولى، شكرا جزيلا.